الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. نجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد وفي انطلاقة الشوط العاشر لفئة العمرية 15 سنة إلى 20 سنة، هكذا أعلنت الانطلاقة. بدأ هذا التحدي مقدمة الشوط، أتابع نهاب راشد بن شامس بن عتيق العامري من يقدم لنا نهاب مع المركز الأول، بينما الدور دور المركز الثاني لأتابع شاهين سالم بن محمد بن سليم بالأسود العامري يقدم لنا في هذه اللحظات شاهين، بينما المركز الثالث أتابع القادم نباح قادم بكل قوة، ناصر بن مبارك بن ناصر العامري يقدم لنا نباح. في هذه اللحظات تتابع للطام متابعينا الكرام، ناصر بن مبارك بن نباح العامري يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع أتابع الشيبة قادم شاهين بن محمد بن شاهين العواني، المركز الخامس أتابع القادم والمنطلق في هذه اللحظات عام 50 إدباس بن علي بن سالم بن مبارك المنصوري، ولكن العودة إلى نهاب حيث الخطام سيدة والعصا فوق فوق. الله 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 يا مالك نهاب راشد بن شامس العامري طير بالفوز، طار بالناموس، طار بالانتصار بن معتوق طار بالانتصار. نهاب راشد بن شامس بن معتوق العامري، سلام للهير سلام بالفعل. نهاب بطل من أبطال الماراثون، بطل من أبطال التراث، نهاب راشد بن شامس بن معتوق العامري، سلام يا الهير سلام. تارينا والناموس لمالك نهاب هذا الفوز وهذا الانتصار، بينما المركز الثاني وصل مع المركز الثاني متابعينا الكرام للطام ناصر بن مبارك بن نباح العامري المركز الثالث. كان متابعينا المركز الثالث متابعينا الكرام كان شاهين سالم بن محمد بالأسود العامري، بينما المركز الرابع كان مع المركز الرابع الشيبة شاهين بن محمد بن شاهين العواني، بينما المركز الخامس وصل مع المركز الخامس الذيب محمد بن سالم بالدودة العامري. تهانينا والناموس إذن، تهانينا لمالك نهاب هذا الفوز والانتصار. لحظات الإعادة، ها هو الراكب يهني الجماهير ويهني الجميع بالفوز. تهانينا والناموس، التوقيت الزمني ولحظة وصوله هكذا متابعينا الكرام، ننتظر التوقيت الزمني ولحظة وصول نهاب معلن الفوز والانتصار. 3 دقائق 9 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك نهاب راشد بن شامس بن معتوق العامري، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني كان مع المركز الثاني للطام وناصر بن مبارك بن نباح العامري، وتوقيته الزمني 3 دقائق 18 ثانية جزء وحيد من الثانية. تهانينا لهم والناموس، بينما المركز الثالث
كان مع المركز الثالث شاهين سالم بن محمد بالأسود العامري، وتوقيت الزمن 3:19. أربعة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للجميع، بينما المركز الرابع كان مع المركز الرابع الشيبة شاهين بن محمد بن شاهين العواني 3:21. خمسة أجزاء من الثانية، بينما المركز الخامس كان مع المركز الخامس الذيب محمد بن سالم بالدودة العامري، وتوقيته الزمني 3:22. سبعة أجزاء من الثانية، تهنينا والناموس للجميع.